من اسباب الهيمورج برضو الكافيرنوس هيمنجيوما او الكافيرنوما. الكافيرنوما احنا غالبا مش بنشوفها بتسبب برين هيمورج، لكن ممكن الحاله دي حاله اتيبيكال هو ده ديورال كافيرنوس هيمنجيوما intensely enhancing و diagnosed as meningioma. وفي كيس ريبورت بيتكلم عن الديورال كافيرنوس هيمنجيوما ان هي مايميكينج الهيمنجيوما، وللاسف باي فولت الحاله اتشخصت مننجيوما. تمام، العيان كان 28 سنه بريزنتد بهيدك، بعد شهرين كان بريزنتد ب ماسيف برين هيموريج. تمام، والليجنز اللي كانت متشافه في السي تي انتنسلي انهانسنج برضو في البوست كونتراست ام ار اي كانت انتنسلي انهانسنج. الهيمنجيوما او الكافيرنوما ما بتك... مش بتاخد صبغه، اوكالت ليجن يعني لو عملنا لها انجيوغرافي بتكون نيجاتيف، ما عدا الديورال تايب منها بيكون ياخد صبغه يعني. تمام، فده تي 1 هي انترميديت سيجنال او ايزودنس، وفي التي 2 هي هايبر، فده هايبر اكيوت هيموريج اول 6 ساعات. تمام، ده التي 2 جريدينت او تي 2 ستار، اسمه بيختلف بحسب الماشين يعني. هنا اسمه فين بولد. تمام، من اسماء ال البلاد سنسيتيف سيكونسز اللي هو البولد. تمام، والناحيه الثانيه الليجن الثاني في حواليه هيموسيدرال رينج، فدي كافيرنوس انجيوما وعملت هيموريج. لكن الشكل العادي بتاع الكافيرنوما في البرين، المنظر المشهور في الام ار اللي هو البوب كورن اوت لاين اللي هو هيموسيدر رينج، بيكون سيجنال فويد او اللون الاسود ده، ده كاركترستيك ليها في الام ار. والاصل في الكافيرنوما ان هي ما بتاخدش صبغه. الشيء يذكر الكافيرنوما ممكن تيجي في الكورد وليها نفس الكونفيجوريشن بتاع الكافيرنوما في البرين في الام ار، بيكون حواليها في بوب كورن اوت لاين اللي هو الهيموسيدر رينج ده، ف دي كاركترستيك للكافيرنوما. وممكن تكون بريزنتد بهيموريج في الكورد، تعمل كورد هيموريج.